نطلع نشوف تقرير عن توقعات الجماهير لنتيجة مباراة بكرة ونرجع نكمل كلام. اللهم ربنا يشدها لكم كده وان شاء الله تجونا بالصواب باذنك يا رب، ويبقى تعادل 1-1 باذن الله. اقول للعيبه خلينا رجاله شويه، واحنا عملنا نص المشوار والنص الثاني ان شاء الله هناك. لا ان شاء الله ربنا يوفقهم ان شاء الله، وهنكسب برضه 1-0 ان شاء الله. والله انا بشد من اظهر اللعيبه وان شاء الله رجاله ورجعوا لنا، بس ان شاء الله بنتيجه كويسه جدا وماتش صعب. السنغال فريق قوي طبعا، مصنف الاول على افريقيا، بس احنا طبعا رجاله واحنا طول عمرنا لنا اسم في افريقيا، ومنتخب مصري اسمه معروف في افريقيا كلها، وكل المنتخبات الافريقيه المفروض بتاخد حذرها جامد جدا من المنتخب المصري. فاتمنى التوفيق ان شاء الله، وان شاء الله يعني انا رايي ان 1-0 باذن الله ان شاء الله لمصر باذن الله. ان انت اساسا معاكي منتخب جامد جدا، معاكي لعيبه من مستوى طراز اول، بس هي المشكله كلها في حاجه واحده، في التكتيك بتاعهم، ان اللعيبه بتلعب دفاع اكتر وما بتقدرش اساسا تهاجم لدرجه مثلا 20 دقيقه مثلا او 15 دقيقه. فطبعا طبيعي بتلاقي الخصم اللي قدامك بيأدي بالاداء اللي هو عاوزه، بيفرض عليك اللعب بتاعه، فطبيعي مش هتلاقي اللعب اللي احنا عاوزينه. بس ان شاء الله باذن الله باذن الله منتخب مصر هيعمل نتيجه التعادل السلبي 0-0 باذن الله. ان شاء الله نلعب ان شاء الله كويس، وهنكون افضل من الماتش اللي فات، وعلى ان شاء الله يكون 2-1 باذن الله. باذن الله 2-0 لمصر، وربنا معاكم وان شاء الله كلنا وراكم وربنا يوفقكم. اقول للعيبه ان شاء الله ربنا يوفقهم، وادائهم كل الماتشات اللي فاتت كان مشرف يعني، وان شاء الله بكره المكسب مضمون ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يقف معانا وهنغلب احنا السنغال. ان شاء الله ربنا هيجبر بخاطرهم ويشد حيلهم ويركزوا في الملعب، وان شاء الله ربنا يكرمهم. مجرد ان احنا بامر ربنا نخطف هدف واحد في الشوط الاولاني هنموت الماتش باذن ربنا، وربنا يرده مجبورين الخاطر ان شاء الله. اولا اقول للعيبه ربنا يوفقكم، واحنا مش متوقعين اكتر من اللي انتوا عملتوه في الماتش اللي فات، واتمنى 2-0 اتمنى هي امنيه يعني بالنسبه للماتش. ان شاء الله باذن الله المنتخب ان شاء الله هياخد ورقه حجز كاس العالم باذن الله، وان شاء الله باذن الله نتعادل هناك 1-1 وتريزيجيه يجيب الجول ان شاء الله.